مشاهدينا الكرام، متابعينا الافاضل، اسعد الله صباحكم جميعا بكل خير ومحبه وسرور. نحييكم باجمل تحيه صباحيه في انطلاقه اشواط صباح هذا اليوم وشوطنا هنا الحادي عشر من تمت انطلاقته بعون من الله تعالى وتوفيق شوطنا الحادي عشر والخاص بانطلاقة هنا البكار بانطلاقات وتحديات هذا الصباح هنا أيضا من الأشواط المفتوحة التي نتابعها من أرضية هذا الميدان. نسير معكم مع مناورة لأحمد بن محمد بالصغير بالخضارة المحرمي على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما تأتي ثمينة مايد بن علي بن ضاعن بن سعيد المسافري على المركز الثاني، وعلى المركز الثالث ارتياد عبد الله بن محمد بن الصغير المحاربي، والوصول من مقام لسالم بن عامر بن راشد هنا المدهوش المنطلقة على المركز الرابع، وعلى المركز الخامس من الجانب الآخر هناك التقدم الجميل والله الله الوصول هنا من قبل النخلي لسالم بن راشد بن نايع لغفلي، وهناك تأتي شواهين لسالم بن علي بن ذياب المشيقري من تنطلق بهذا الأداء، وهنا النهضة مبارك بن العينة بن محمد بن جيرة العامري، وهنا تأتينا هنا الضبيل ناصر بن ساعد بن سالم الهاشمي أيضا منطلقة، القدوم من احتفال حميد بن عتيق بن محمد بن عبد الله العميمي أيضا قادمة بانطلاقها وتحدياتها، هنا أيضا الوصول هنا عاشرا من شرايين خليفة بن سالم بن سعيد بن حلوكة، ولكن الصدارة مع شواهين على المقدمة على المركز الأول، تنطلق هنا لسالم بن علي بن ذياب هنا المشيقري من تنطلق على الصدارة على المقدمة، تأتي مناورة لأحمد بن محمد بن الصغير بحضارة المحرمي، وهنا الظبي ناصر بن ساعد بن سالم الهاشمي هنا المنطلقة على ثالث المراكز، ولكن الصدارة مع شواهين، شواهين هي المسيطرة على زمام الأمور وعلى الصدارة، وعلى المركز الأول سالم بن علي بن ذياب بن راشد المشيقري هي المنطلقة على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، فسلام سلام للسلطنة، سلام على هذا الأداء المميز الجميل هنا لشواهين من تنتزع الفوز والناموس وتنفرد انفراد كلي بالصدارة. تهانينا لسالم بن علي بن ذياب بن راشد المشيقري على هذا الفوز المميز. المركز الثاني هنا عناوين سعيد بن عتيق بن سعيد المقعودي، المركز الثالث الظبي ناصر بن ساعد بن سالم الهاشمي، والوصول من مناورة لأحمد محمد بن صغير بخضارة المحرمي، والمركز الخامس شرايين خليفة بن سالم بن حلوكة من وصلت على المركز الخامس. هذه هي النتيجة لمراكزنا الخمسة الأولى المنطلقة هنا بتحدياتها، ولكن شواهين هي من أعلنت الفوز وأعلنت الناموس بشوطنا الحادي عشر. هنا قاطعة المسافة في فترة زمنية مقدارها دقيقتين 56 ثانية بالوفاء والتمام والكمال. تهانينا والناموس لسالم بن علي بن ذياب بن راشد المشيقري، بينما المركز الثاني عناوين لسعيد بن عتيق بن سعيد المقعودي الفلاسي كنج الهباب من أتى بدقيقتين 59 ثانية جزء واحد من الثانية. أما المركز الثالث فكانت انطلاقة وتحديات مشاهدينا الكرام هنا من وصلت هنا بانطلاقة الظبي ناصر بن ساعد بن سالم الهاشمي بدقيقتين 59 ثانية هنا وستة من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، تهانينا للجميع.